أود أن أشكر الرئيس الجزائري على كونه وجد متسع من الوقت ليأتي إلينا. الكل من الحضور يفهمون ما معنى الوصول إلى موسكو والانضمام إلينا في هذا المنتدى. إنه يستعرض بذلك فخامة الرئيس الجزائري كونه زعيما وكونه يحترم مصالحه الوطنية ومصالحنا جميعا. نحن لدينا علاقات ودية قديمة. الجزائر نحن نحب الشعب الجزائري منذ 1954 وإلى 62. أنتم حاربتم من أجل الاستقلال وأنتم خسرتم 1.5 مليون شخص، وحتى بعد حصولكم على الاستقلال 62 أو في 63 64 الجيش الفرنسي أجرى تجارب نووية في الصحراء وهذا بالقرب من الجزائر، وعواقب وخيمة جدا لهذا الواقع. لدينا علاقات ودية بالجزائر ودول إفريقيا والدول العربية تذهب بجذورها إلى عقود من السنين، علاقات متعمقة، علاقات ودية. ونحن نرى أن زعماء هذه البلدان يسترشدون بمصالحهم الوطنية قبل أي شيء آخر، وفي غضون ذلك فإنهم يركزون على التطورات الحالية، وهو الرئيس فخامة الرئيس تحدث عن ذلك وأبدى اهتمامه بما يحدث في أوكرانيا. وطبعا قال الآن إنه بشكل علني، وقال في أثناء لقائه إنه يدعو إلى السلام وأبدى رغبته في التوسط وجهود الوساطة. نحن شاكرون لكم فخامة الرئيس على جهودك في هذا المجال وعلى رغبتكم في دعمنا ودعم جهود روسيا لتسوية سلمية للأزمة في أوكرانيا. شكرا جزيلا لكم.